لمزيد من التحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي. يعني سيادة العميد، ربما إسرائيل لديها عدة استراتيجيات في التعامل مع التوترات على جبهتها الشمالية، لعل أحد هذه الاستراتيجيات هي الاغتيالات لأهم الرموز المؤثرة في يعني قيادة حزب الله. إلى أي مدى ترى أن هذا النوع من الاستهداف يمثل ضربة أو تأثير حقيقي على قدرات حزب الله العسكرية؟ أبدا، هو يعني سبق وأن حصلت العديد من الاغتيالات. التنظيم الهيكلي هيكل للقيادات في حزب الله هو تنظيم يشابه الجيوش النظامية، بحيث أن أي قيادي ممكن أن يكون له مساعد، يعني يستلم القيادة وراءه بسلاسة ومثل الجيوش النظامية بالضبط. كنت قد أشرت حضرتك بالمقدمة عن وجود الثلاثة ألوية في الشمال الفلسطيني المحتل. هم بالحقيقة 4 فرق، وكل فرقة هي تحتوي على 4 ألوية، يعني ويوجد الفرقة 36 توجد فيها 5 ألوية، يعني مجموع هذه الألوية هي 17 لواء. 17 لواء موجودين من بس فقط هم الألوية المناورة، يعني يوجد كذلك ألوية مدفعية وألوية هندسة ووحدات أخرى كالمضاد الطائرات والمضادات الأخرى كالمضاد الدروع والمضاد الطائرات. الألوية المناورة يعني السلاح المشاة والمدرعات فقط هم 17 لواء في الشمال. حجزت هذه الألوية بكاملها منذ 7 أكتوبر، يعني ما عدا لواء جولاني التي تحدثت عنه وخرج من الخدمة ب 15 يناير، خرج من الخدمة وأعيد إلى الشمال لإعادة بنائه وترميمه من جديد، كون المقاومة الفلسطينية في غزة قد أنهكته بالكامل وأصبح بمستوى تدمير أكثر من 40%. مستوى التدمير بقي جهوزيته 60%، لذلك أعيد اعتباره إلى المكان الآخر. يعني هذه المقدمة التي تقدمت بها وأريد أن أؤكد عليها هي لن تقدر إسرائيل من خلال وجود هذه الألوية المنهكة بالكامل منذ 10 أشهر من القتال على الحدود الشمالية، ومنها من أنهك في الحدود الجنوبية أي في غزة، على قيام بعملية واسعة النطاق في الحدود على الحدود الشمالية مع لبنان. موضوع الاستهدافات هي منذ سنة 48 إلى اليوم في منطقتنا لم تتوقف على الإطلاق. أي شخصية تؤثر على يعني على الكيان الإسرائيلي كانت تقوم إسرائيل باستهداف هذا العدو، يقوم باستهداف هذه القيادات منذ سنة 48 إلى اليوم. طبعا اليوم هي أكثر حدية كونها في منطقة، يعني في عمليات، منطقة عمليات ومنطقة اشتباكات. أما القيادة التي استشهد أو استهدف اليوم، بغض النظر عن فشل أو نجاح هذه العملية، هو قيادي أصلا مطلوب للمخابرات الأمريكية. وهذا ما يدفعنا سيادة العميد للحديث عن اختيار إسرائيل لعناصر في غاية الأهمية، عناصر نافذة في القيادة العسكرية لحزب الله. هذه الاستهدافات ربما تضع علامات استفهام حول يعني كيف يقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتعقب هؤلاء الأفراد، وأن لديها من الواضح يعني قاعدة أمنية معلوماتية حول تحركات هؤلاء الأشخاص. وربما هذا ليس الاستهداف الأول، لدينا عماد مغنية وسام الطويل وغيرهم كثير من القيادات العسكرية الكبيرة. كيف تفسر هذا الإخفاق العسكري من قبل حزب الله في تأمين تحركات يعني قادته العسكريين؟ صحيح،
هناك عدة مسائل يعني أعطت حافزية كبيرة لإسرائيلي ليكون لديه بنك معلومات كبير عن كافة عناصر حزب الله وكافة الأشخاص في لبنان، يعني كافة أشخاص السكان اللبنانيين هم أصلا مكشوفين أمنيا للكيان الإسرائيلي منذ عملية اغتيال رفيق الحريري. يعني الرئيس رفيق الحريري عندما استشهد أصبحت الأجهزة الأمنية اللبنانية وكافة المعلومات الموجودة لدى الدولة اللبنانية هي في حوزة الولايات المتحدة الأمريكية، وأضيف وأعطيت إلى الكيان الإسرائيلي في سياق التحقيق الدولي المزعم في ذلك تلك الحقبة. يعني بما معناه أن نمرة السيارة، دفتر، يعني رخصة القيادة، أي معلومة من معلومات الخاصة بأي مواطن لبناني هي اليوم في حوزة الجيش الإسرائيلي. تختلف هناك بعض الشخصيات، تختلف طريقة اغتيالهم عن طريقة محاولة الاغتيال اليوم. يعني القادة الميدانيين التي ذكرت أسماءهم قبل قليل كوسام الطويل أو غيره، هم أصلا قادة ميدانيين يقاتلون على الحدود الشمالية، يعني يقاتلون في الجنوب اللبناني على الحدود الشمالية. ومن الممكن أن يعرف الإسرائيلي من خلال برمجيات الذكاء الاصطناعي نبرة الصوت، يعني بصمة الصوت، بصمة الوجه، أي تفصيل ممكن أن يؤخذ من خلال كاميرات المراقبة التي استهدفتها المقاومة الإسلامية في بداية المعارك. ممكن أن يعرف حتى كذلك من خلال طائرات نعم الاستطلاعية. سيادة العميد، ربما ذكرت عدة أسباب، منها الذكاء الاصطناعي والمعلومات الاستخباراتية التي بحوزة إسرائيل، لكن من الواضح أنك استبعدت وجود يعني ما يطلق عليه مثلا وجود عناصر تنقل هذه المعلومات، وجود اختراق إن جاز لنا التعبير. لم أستبعد وجود عملاء للكيان الصهيوني في مناطق تواجد المقاومين اليوم، لم أستبعد ذلك، ولكن بمراقبتنا لكافة عمليات الاغتيال التي حصلت هناك مؤشرات فقط على عملية أو عمليتين فقط، يعني يمكن أن يكون للعنصر البشري المتواجد على الأرض هو دوراً في هذه العمليات، أما باقي العمليات فهي عمليات اغتيال عبر الذكاء الاصطناعي وعبر تشخيص الأشخاص من خلال الذكاء الاصطناعي والأجهزة التجسسية المتطورة والحديثة جدا الأمريكية منها وغير الأمريكية. اليوم المحاولة الاغتيال التي ممكن أن تصعد عمليات المنطقة برمتها وممكن أن تؤثر على العدو الإسرائيلي برد حاسم وقوي هو محاولة الاغتيال اليوم التي حصلت في الضاحية الجنوبية. هذه الشخصية التي استهدفت اليوم بغض النظر عن نجاحها أو فشلها، لكون حزب الله لم يعطي أي بيان حتى الآن عن نجاح أو فشل هذه العملية، هو شخص مطلوب للمخابرات الأمريكية وليس نعم سيادة المسؤولين. العميد، لنذهب بعيدا عن شخص، لا يقوم بعمل نعم ميداني على الحدود لينكشف أمره، ولكنه هو مطلوب للمخابرات الأمريكية منذ سنة 82 على أثر عملية نعم سيادة الماريز. العميد، نعم يعني أخيرا أريد أن أذهب بعيدا عن شخصية الذي تم استهدافه ونذهب إلى المكان الذي تم استهدافه، حارة حريك، يعني هذه المنطقة في الضاحية الجنوبية هي تعد معقل حزب الله، مقاره السياسية والأمنية. ربما كان لحزب الله خطوط حمراء في لبنان كما لإسرائيل خطوط حمراء كان يتم الالتزام بعدم المساس بها ويكون الاستهداف في مناطق معينة، لكن بهذا الاستهداف هل تخطت إسرائيل الخطوط الحمراء لحزب الله وبالتالي نتوقع رد من قبل حزب الله داخل الخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل؟ حتى يعني نشخص بطريقة أدق بالمفهوم العسكري، تسمى هذه الخطوط هي قواعد اشتباك. قواعد الاشتباك لا يكون هناك اتفاق بين الطرفين على هذه القواعد، ولكن
من خلال العمل الميداني يفرض، يعني عندما يقوم العدو بضرب هدف معين يضرب هدف أكبر منه كي لا يتعدى الخطوط الحمر كما أسميتها. ولكن نعم، الضاحية الجنوبية هي من المعاقل التي هدد سماحة الأمين العام لحزب الله سابقا أنه إذا ضربت هذه الضاحية الجنوبية من بيروت سيضرب مدن إسرائيلية وأهداف حيوية في تلك المناطق. إذن سيادة العميد، حسب ما ذكرت، إذن نحن أمام توقع بقيام حزب الله بالرد بشكل آني في الساعات القادمة أو الأيام القادمة على هذا الاستهداف. على كل الأحوال أشكرك، يعني أنا أقول نظرا. أن هذا الرد نعم حتمي وليس توقع، نعم نعم هذا الرد حتمي نعم في وصلت الأيام القادمة المعلومة سيادة وليس العميد. توقع. نعم نعم، على كل الأحوال أشكرك شكرا جزيلا، العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك.